تشافي مررها بشكل ممتاز. الآن تعود إلى تشافي مرة أخرى، تشافي إلى نيستا، نيستا إلى نيمار، مر وتقدم، هي كرة على الطبق لكن الكرة تتخلص، تعود إلى سيرجيو بوسكيتس، بوسكيتس يمررها إلى ميسي أو هذا نيستا، أدريانو عرضية، هذه الخطيرة. يعرف كل خبايا نادي إشبيلية، يعرف نقاط القوة نقاط الضعف، فرحة كبيرة لهذا اللاعب يحتفل بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. داني ألفيش يضع برشلونة في المقدمة، البلوغراني يتقدم، إشبيلية يعاني، داني ألفيش يسجل الهدف الأول. ابن إشبيلية العاق بالنسبة لجماهير نادي إشبيلية، ترك إشبيلية، ارتدى قميص نادي برشلونة، يسجل الآن، هو دائما ما يسجل في مرمى نادي إشبيلية، يضع الهدف الأول، كرة عرضية من برازيلي إلى برازيلي والنهاية سعيدة. يلعب كرة الآن سانشيز إلى ميسي، ميسي ميسي يجد الآن فابريغاس إلى نيمار، ميسي والثاني، ميسي يسجل الثاني كعادته، لابد بأن يظهر ولابد بأن يضع برشلونة في المقدمة، برشلونة يتقدم بالهدف الثاني عن طريق البرغوث الأرجنتيني المبدع ليونيل، ليونيل بعدما عاد وتألق مع الأرجنتين يستمر في التألق مع نادي برشلونة، يؤمن الهدف الأول بهدف ثاني ملعوب، هجمة منظمة جميلة، ابن الأرجنتين ابن روزاريو يسجل هدف رقم 221 في 248 مباراة، أرقام خيالية يسجلها ليونيل، لكن لاحظ التمريرة من المبدع نيمار، نيمار يصنع وميسي يسجل وبرشلونة يتقدم بهدف ثاني، ثنائية برشلونية وبرشلونة في شوط المباراة الثاني حتى هذه اللحظة 100% يتقدم بهدفين على نادي إشبيلية، هدف جميل، فرحة لفيكتور فالديس، هدف ثاني ملعوب بعد اسكي، يمر ويتقدم ماركو مانيل ما شاهدناه، الآن يستلم، لاحظ التسديدات على المرمى، ثمانية مقابل لا شيء، لا شيء، الكرة خطيرة، خطيرة الآن، محاولة مستمرة، خطيرة هذه لنادي إشبيلية، نعم يسجل إيفان راكيتش، يسجل هدف وإشبيلية يقلص الفارق، الفريق الأندونيسي يقلص الفارق عن طريق أفضل لاعب في إشبيلية في هذه المباراة، إيفان راكيتش يسجل هدف، أصبحت النتيجة 2-1، الآن استلم آخر 10 دقائق، الآن استمتع بآخر 10 دقائق، برشلونة يتقدم بهدفين مقابل هدف، عاد في الوقت المناسب ربما نادي إشبيلية، إشبيلية يسجل هدف تقليص الفارق ليعود مرة أخرى ويستعيد أمله ربما في العودة إلى المباراة كما فعلها في مباراة مالقا، ربما راح يفعلها في هذه المباراة وينهي اللقاء متعادل بهدفين مقابل هدفين. مواجهات برشلونة وإشبيلية دائما ما تكون مجنونة، صعب التكهن بها، هذه هي واحدة من أروع المباريات في تاريخ مواجهاتهم، لكن لابد يقدم شوط ثاني جميل جدا، كرة ملعوبة الآن عرضية خطيرة والتعادل، نعم 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 نعم، يعود إشبيلية، يعود إشبيلية، كوكي الفريق الأندونيسي يعود ويسجل، إشبيلية يسجل هدف التعادل، هكذا هي مباريات برشلونة وإشبيلية، متعة إبداع لا مستحيل مع الأندلسيين، كوكي يعود ويسجل هدف التعادل، حسرة كبيرة برشلونة في مواجهاتها مع نادي إشبيلية، يسجل التعادل ويستعيد مرة أخرى أو يعود مرة أخرى إلى المباراة، كوكي القادم من رايو فايكانو يلعب مباراة رقم 50 يسجل رابع أهدافه، يحتفل بهذه الطريقة، سعيد الآن بالتقدم، لكن مباريات برشلونة والسجل القصيرة، التعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين، كرة موجودة الآن وصلت إلى ميسي، ميسي مار تقدم، ميسي داخل منطقة الجزاء، ميسي ميسي يعرف الكرة، لا 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 لا، يا سلام يا سلام يا سلام، برشلونة هو اللي ما يعرف المستحيل، برشلونة هو اللي ما يعرف المستحيل، هي مبارياتهم هذه.
هكذا برشلونة يعود، برشلونة يعود. دقائق كل الجنون فيها، دقائق فيها معنى حلاوة كرة القدم. برشلونة يسجل الآن الهدف الثالث، برشلونة يتقدم من ثاني، برشلونة يعود ويستعيد تقدمه في وقت كان قريب نادي إشبيلية من أن يسجل التعادل، قريب نادي إشبيلية من أن يسجل انتصار أو نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهة الفريقين. سجل برشلونة الهدف الثالث، حكم المباراة أطلق ربما صبرته. نشاهد ونتابع ما هو قرار حكم اللقاء. هنا الاعتراض، أوه أوه، اعتراض كبير جدا. ما هو القرار؟ ما هو القرار الآن المحتسب؟ هدف أم ماذا؟ هدف ثالث ربما يسجل لنادي برشلونة. لاحظ لاحظ هنا ميسي مر، تقدم، عرض الكرة، وسانشيز البديل الناجح هو من يسجل هدف الثالث في هذه المباراة. ثلاثية لبرشلونة، برشلونة يضرب بقوة. برشلونة بعدما كاد بأن يعاقب والعقاب كاد بأن يكون قاسي 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 من قبل نادي إشبيلية، سيطرة كبيرة، إشبيلية استفاق، سجل هدفين، عاد مرة أخرى برشلونة وعاد